إن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر جوازا لا يغدو ولا يتعثر، وجودا لا يحسن، نحسن حسينا لا يخدم. فاحفظ النصر خبان شقيقان، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. Thank you.
ثم خطبهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأينهم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويا فوز المستغفرين استغفر الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان. أيها المؤمنون، إن الدعوة الإسلامية تواجه البشرية جمعاء بمنهج حياة واقع، منهج يتحكم في ضمائرهم كما يتحكم في أموالهم وشؤون حياتهم ومعاشهم. إنه منهج خير، العدل، الاستقامة، لا يزيغ ولا يتنكر. نلاحظ أن الشر والطغيان لا يستريحان بهذا المنهج الحق، كما أن الباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة. ومن هذا المنطلق يبرز لهذه الدعوة أعداء، أعداء من أصحاب الشر والباطل، وينهض لحقها المستدلون والمفعيون الذين لا يريدون التخلي عن المتعية والاستقلال، كما ينهض لحقها الطغاة المتجبرون لأنهم لا يريدون التخلي عن شهواتهم ومصالحهم الذاتية. ومن هنا فلا بد من الوقوف أمامهم وبيان الحقيقة لهم بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم بالتي هي أحسن. إن الدعوة الإسلامية هي دعوة حق وأمن وسلام، لا تريد أن تعتدي على أحد قولاً أو فعلاً، كما أنها لا تريد أن تلقي أحداً على دخول الإسلام لأنه لا إكراه في الدين، كما أنها لا تقوم بإنكارهم بالآخرين وبنيابهم وإخراجهم من ديارهم وقتلهم أو الزج بهم في السجون والمعتقلات دون مراعاة لحقوق الإنسان وكرامته. أيها المؤمنون، إننا بحاجة إلى تقوى الله تعالى لمعالجة أمراضنا ومشاكلنا في كل الأوقات وشتى الحالات، حيث إن الأمر بالتقوى هو ختام سورة آل عمران التي حوت الكثير من الأوامر والنواهي والحكم والأحكام والنصائح والإرشادات. ومن ثم يعلق الله تعالى بالتقوى عاقبة العمل، ويغلق بها الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. قائلا
لعلكم تفلحون. فنسأله تعالى أن يعطينا ما أرشدنا إليه وأعاننا على أسبابه لسعادة الدارين. ومما تجدر الإشارة إليه أنني واقف بنا تتقطع حزنا وألما بما نشاهده من انتهان لكرامة الإنسان واستهانة بحياته، وكأن حياة الإنسان الذي كرمه الله تعالى وحرم قتله إلا بالحق أصبحت لا تساوي شيئا. ولمواجهة هذا الباطل لا بد من رص الصفوف وإعادة الوحدة بين الشعوب العربية والإسلامية وإنهاء حالة الانقسام والتشرذم الجاثم على صدورنا في مجتمعنا الفلسطيني والاعتصام بحبل الله متين، وذلك من أجل كرامة الإنسان التي تنتهك وتخاف، ومن أجل حقوقه التي تنتصب أو تسلب، ومن أجل مدينة القدس التي مع عدم تدريبها على الحضارية والتاريخية والدينية، ومن أجل مسجد الأقصى المبارك أمور الذبائح وفعال المسجد ليس بعد بيان الله بيان، وليس بعد قراره قرار، فمهما حاول البحر حتى تبطل الشمس ويحتال عالم يحمله وتزمير المناخ فلم يستطيع، وسكت الجميع عن عبادته بالفشل. واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. واصبر وما سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.